تحرك إلى الداخل. اسحب تحت الأسلاك الشائكة. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل إلى الباب لاختبار آخر. انتقل إلى موقف الاحتباء واستعد لإطلاق النار على الأهداف. اطلق النار على كل الأهداف التي تراها. اطلق النار على الأهداف من الخلف. ادخل الى الغرفة المجاورة اللي وسيتم توقيت الاختبار النهائي. استكمله في اسرع وقت ممكن. ويجب القضاء على جميع الاهداف من اجل اكمال الاختبار. تحرك! يجب أن تحطم الباب مع أخيك. أثرت إعجابنا. هناك مكان لك في قضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب. إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة.